الصراط تهدينا. عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه عباد للتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد، مرحبا بحضراتكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والذي هو بعنوان أحباب الله. حياكم الله جميعا وبياكم من جعل الجنة مثوانا واسمكم. أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول أحباب الله سبحانه وتعالى من المتقين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف التقوى وعن شرف التقوى وأهميتها، وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم دائما حينما يدعو الله سبحانه ويقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيضا تحدثنا في الحلقة الماضية عن أن التقوى هي وصية الرسل عليهم الصلاة والسلام لمن بعثوا إليهم. أيضا أيها الأحبة، هي وصية السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين. فأبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: اتق الله يا عمر. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى ابنه عبد الله قال له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. أيضا عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل وقال له: أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ونجد أيضا أن الخطباء، الكثير من الخطباء، يبدأون دائما خطبتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وتذكير الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث يفتتحون خطبتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، من صفات المتقين، واعرض نفسك أخي الفاضل على هذه الصفات، هل أنت من المتقين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. قال جل في علاه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون بنص القرآن؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يصدقون بما غاب عن حواسهم كالخالق عز وجل وكصفاته وكاليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وثواب وعقاب. أيضا من صفات المتقين أنهم يعفون ويصفحوا، وأن تعفوا أقرب للتقوى. من صفات المتقين أصدق الناس إيمانا وأصدق الناس أقوالا وأعمالا. من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من صفات المتقين يتحرون العدل ويتحكمون به، نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل أنت تتصف بهذه الصفات؟ من صفات المتقين يتبعون سبيل الصادقين. المتقين يتبعون سبيل الصادقين كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا يسأل سائل: إذا حققت التقوى، إذا عملت بمعنى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الحشر، إذا قمت بتطبيق هذه الأشياء، ما الفائدة التي ستعود علي؟ الفائدة الأولى والتي هي من الأهمية بمكان هدفنا وهدف ما نتكلم عنه، محبة الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن يحب الله عبده. المهم أن يحب الله العبد. المهم أيها الأحبة، ليس المهم أن يحب، لأن الإنسان قد يدعي حب الله سبحانه وتعالى وهو لا يأتمر بأوامره ولا ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولكن المهم أن يحب الله عبده. ما الفائدة التي ستعود عليك إذا حققت تقوى الله سبحانه وتعالى؟ هناك ثمرات، هناك ثمرات عاجلة وثمرات آجلة. الثمرات العاجلة أقصد بها الثمرات في الدنيا التي ستحصل عليها في الدنيا، أما الثمرات الآجلة في الآجل في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. من الثمرات العاجلة أيها الأحبة، أول هذه الثمرات المخرج من كل ضيق، أن يرزقك الله من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المخرج من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ثمرات التقوى السهولة واليسر في الأمر كله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من ثمرات التقوى تيسير تعلم العلم النافع قبل أن تذهب لتطلب العلم النافع وتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بتعلمك هذا العلم النافع. عليك بتحقيق تقوى الله سبحانه، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. من ثمرات التقوى العاجلة التي تحصل عليها في الدنيا إطلاق نور البصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيضا من ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة ملائكته والقبول في الأرض. قال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وهذا الحديث هو دائما هو شعارنا في هذا البرنامج، وهو هدفنا من هذا البرنامج أحباب الله. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هل أنت ممن وضع لهم القبول في الأرض؟ اسأل هذا السؤال وأجب أنت أيضا عن هذا السؤال. أيضا من ثمرات التقوى العاجلة نصرة الله سبحانه وتعالى وتأييده وتسديده. من ثمرات التقوى العاجلة البركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من ثمرات التقوى العاجلة في الدنيا سبب النجاة من عذاب الآخرة ومن عذاب الدنيا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما ثمرات التقوى في الآخرة التي ستتحقق بمشيئة الله في الآخرة إذا حققت التقوى في دنياك، تكفير السيئات وهو سبب النجاة من عذاب الآخرة، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عز الفوقية فوق الخلق يوم القيامة. قال سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. من ثمرات التقوى في الآخرة لا يذهبون المتقون إلى الجنة سيرا على أقدامهم، بل يحشرون يوم القيامة ويحشرون إلى الجنة ركبانا. قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. المتقون يفوزون فيها بأعلى الدرجات وأفضل النعيم. قال سبحانه: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أحبتي في الله، لا أملك في نهاية هذه الحلقة إلا أن أقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. تزودوا من التقوى فإنكم لا تدرون متى ستقبض أرواحكم، متى ستقبلون على مولاكم سبحانه جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين الذين يحبهم والذين قال فيهم: والله يحب المتقين. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه، عباد للتقى أهل وللغفران.